326 ألف طالب وطالبة موجودين في نظام التعليم الحكومي في دولة الإمارات. هم أساس مستقبل قطاع جميع المسؤولين اللي موجودين اليوم معنا. 25 ألف من الكادر التعليمي والتربوي هم حراك التطور والنمو في دولة الإمارات. وما يمكن بادرة أو معلومة جميلة اللي هو ثقة أو زيادة الثقة في القطاع الحكومي. في أول أسبوعين من العام الدراسي انتقلوا أكثر من 10,000 طالب إماراتي من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية. فأعداد الطلبة في المدارس الحكومية في ازدياد. خلال 12 شهر حكومة دولة الإمارات بتوفر قرابة 33 ألف مقعد دراسي جديد في مباني ذات استخدامات إيجابية لقطاع التعليم. نشكر سمو الشيخ عبد الله بن زايد وسمو الشيخ منصور بن زايد على حرصهم لدعم خلال الفترة القصيرة. الوالد المؤسس الشيخ زايد استثمر في الإنسان، واليوم كلنا نتاج هذا الاستثمار.